يعني بداية كان هناك تشكيك، يعني ربما تشكيك أيضا دولي بأهمية المحكمة من ناحية، ومن ناحية أخرى مصداقيتها. ولكن يعني نحن كحقوقيين وكذلك جميع حقوقي العالم يؤمنون بأن هذه المحكمة هي الملاذ الأخير لدى يعني في العالم، عندما يختفي القانون الدولي الإنساني وتختفي الضمائر الإنسانية، ونرى بأن هناك قانون الغاب هو الذي يعني يتفوق إن كان في الميدان وإن كان في ساحات المعركة. فاليوم قرار المحكمة الدولية كان ربما الأهم، لأنه أعطى إشارة ودلالة واضحة على الفرق بين من يعني يريد فعلا القانون ويريد فعلا أن يعيش في يعني عالم لديه قوانين ولديه يعني رعاية للإنسان وأهمية لهذا الإنسان، وبين الدول التي تريد ما نسميه البلطجة والعدوانية وربما الإبادة. لذلك كان مهما جدا قرار المحكمة الدولية لناحية تعريف الإبادة الجماعية واتهام إسرائيل بالقيام بالإبادة الجماعية. ربما هناك بعض ملاحظات منا كحقوقيين وغيرنا أيضا بأنه لم يكن هناك إصدار قرار بمنع يعني الأعمال القتالية من إسرائيل في غزة، ولكن الملاحظ والذي يعلم يعني بكيفية طرح هكذا محاكم وكيفية معالجة النقاط القانونية يرى بأن النقطة القانونية الأهم هي توصيف الإبادة الجماعية، ويعني توصيف واتهام إسرائيل تحديدا بالقيام بإبادة جماعية في حربها من خلال حربها في غزة هي الأهم، لأن كل هذه الأفعال التي قامت بها وما زالت تقوم بها إسرائيل تعتبرها إنها أعمال حربية، ومن أنها قد اضطرت إلى هذه الأعمال. ولكن يأتي اليوم قرار المحكمة الدولية لكي يوصف بطريقة قانونية صحيحة ضمن ميثاق أيضا اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية في المادة الثانية منها، بأن كل هذه الأفعال التي تقوم بها إسرائيل هي أعمال إبادة جماعية، وبالتالي المسار القانوني الذي سوف تسلكه هذه المحكمة هو إدانة هذه الأعمال، وبالتالي كل هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال وعلما أنهم يعني أيضا أعطوا إشارة واضحة أن على إسرائيل أن تمنع وتعاقب مرتكبي هذه الأعمال، وبالتالي كل من هو متورط في هذه الحرب العبثية اليوم في غزة هم متهمون وهم عرضة للملاحقة القانونية. نعم سيد أمين، يعني ما مدى فعالية هذه القرارات على أرض الواقع؟ هل من الممكن أن توقف إسرائيل على إثرها القصف المكثف والتصعيد في قطاع غزة؟ يعني خاصة وأن القرارات استثنت توجيه الأمر بوقف العمل العسكري في الإسرائيلي في غزة. بالطبع كما قلنا هناك ملاحظات عديدة ولا سيما حول موضوع يعني عدم إعطاء الأمر، لأن المحكمة لا تستطيع أن تصدر أمر بوقف القتال، وهذا أمر يعني طبيعي بالنسبة لطبيعة هذه المحكمة. ولكن إدانة كل من يرتكب أو يرتكب أو يغطي، وإدانة إسرائيل في تحديدا بأنها يجب أن تمنع مرتكبي الإبادة الجماعية، يعطي دلالة واضحة على إدانة كل من هم في السلطة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وبالتالي أهميتها بأنها قد عرت هؤلاء القادة، قد عرت هؤلاء السياسيين الذين أخذوا من 7 أكتوبر حجة لكي يقوموا بكل هذه الـ يعني الارتكابات والإبادات الجماعية التي ترتكب يوميا، قد عرتهم ويعني أخذت حجتهم، لأنها لم تعد يعني سارية المفعول ولا تستطيع أن تتلطى خلفها إسرائيل وتقول بأن هناك كان عدوانا غاشما علي وبالتالي أنا أقوم بالدفاع عن نفس. هذه النظرية القانونية قد استلت من يديها ولم تعد تستطيع إسرائيل أن تتكلم بها، لأنه لم يعد هناك من أحد وخصوصا بعد حكم المحكمة الدولية وقرار اليوم لم يعد هناك من يقتنع بأن إسرائيل تقوم بالدفاع عن نفسها. اليوم هذه الشرعية التي أعطاها
هذا القرار، على نظرية الدفاع عن النفس أصبحت باطلة، بل هناك اليوم شرعية للإبادة الجماعية التي تكللت بهذا القرار، فأصبح الرأي العام العالمي وجميعهم يعلم بأن هناك شرعية دولية لهذا القرار، وبأن هناك بالفعل إبادة جماعية، وهذا الرأي العام هو مؤثر على الحكومات، ولا سيما إن كان في الاتحاد الأوروبي أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تحت ضغط هذا الرأي العام، تخالف اليوم الكثير من قرارات القيادة الإسرائيلية، وهي تعمل على يعني توقيف أو إيقاف عملياتها العسكرية، وهذا ما نصبه من خلال هذا القرار في المحكمة، أن يكون هو قوة ضغط أيضا مع الضغط الذي شكله الرأي العام العالمي لإيقاف آليات وعملية القتل والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. نعم سيد أمين، يعني هل من الممكن أن يكون لهذا القرار تداعيات في الداخل الإسرائيلي، يعني خصوصا وأن إسرائيل كانت تطالب محكمة العدل بعدم قبول طلب دولة جنوب أفريقيا؟ طبيعي، بالطبع، لأن نتنياهو يعني عرفنا اليوم وتداولت الصحافة بأنه طلب من جميع قياديي الحكومة أن عدم التصريح حول قرار المحكمة، بل طلب منهم الانتظار لكي يصدر قرار رسمي، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على ارتباك القيادة الإسرائيلية حول هذا القرار. وكما قلنا، لأن أهمية هذا القرار بأنه قد عرّى القيادة الإسرائيلية وانتزع منهم نظرية الدفاع عن النفس التي كانوا يتذرعون بها للقيام بعملياتهم العسكرية، واليوم أصبحوا يعني في وضع محرج أمام الرأي العام، ليس فقط العالمي بل الداخلي أيضا في إسرائيل، لأن هناك أيضا جزء كبير من الرأي العام الإسرائيلي الداخلي يرفض هذه الحرب بعد أن رأى بأنها لم تحقق النتائج التي كان دائما نتنياهو يعني يتوعد ويوعدهم بأنها سوف تتحقق، إن كان نتائج عسكرية أو حتى سياسية. فبالتالي أتى هذا القرار ليكون الضربة القاضية على نتنياهو كسياسي، وبالطبع على القيادات يعني في الحكومة، لأنهم لم يستطيعوا أن يبرروا أفعالهم اليوم أمام حتى الرأي العام الداخلي في إسرائيل. نعم، كنت معي من العاصمة اللبنانية بيروت السيد أمين بشير، محامي وناشط سياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.